واثق ومتأكد أنكم فعلا طمعون. كل منكم سيء ويحقد، وأنا كلامي مضمون، ويبدو على وجوهكم كم أنتم تحتاجون الآن ملكا قويا يقودكم، وكلامي ينفذ في الحال. استعداد لمعركة الحياة، استعداد لوثبة الطغاة، معارك خطيرة، مقالب حقيرة. وماذا تريد منا؟ فقط تعلموا مني، ابذلوا جهدكم، حتما سأكافئكم، اطيعوني وستنعمون بكثير من العظمة والجاه. إلى أين؟ إلى موت الملك. هل هو مريض؟ بل سوف نقتله، وسيمبا أيضا. هذا رائع، نقتله. لا ملك، لا ملك، لا 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 لا. صمتا، طبعا هناك ملك. هل تعني أن أنا سأكون الملك؟ اتبعوني ولن تشعروا بالجوع مجددا. يا سأكون هنا معكم مؤكد، إن فعلتم كل المطلوب مستقبلكم لحم وبهجة، والفضل كله لي. ولا تنسوا يوما لوهلة، لا تعنون شيئا بدوني. استعداد لمعركة الحياة، استعداد لوثبة الطغاة، معارك خطيرة، مقالب حقيرة. سأصبح وحدي ولا أحد غيري، الملك المعظم ذو الحكمة المخضرم، من أروع مني أنا. طموحاتي تقول هيا، استعداد.